اسمع مني اليوم مثل العادة مع جوال زعيتر أخصائية نفسية. صباح الخير جوال. صباح النور لوركا، كيفك؟ الحمد لله، أنت كيفك؟ الحمد لله، كل شيء منيح معنا؟ كل شيء منيح. البيبي منيحة؟ منيحة، سلم عليك. حبيبتي جوال، اليوم موضوعنا عن جد هيك شوي قاسي بس حقيقي واقعي، وخصوصا بعالمنا العربي، وخصوصا مؤخرا شو عم بصير العنف ضد المرأة. هلا خليني اعمل اول قبل ما تبدي لا خليني اعمل مقدمة زغطورة. نحن بلاد بتشرع العنف بطريقة ما، مزبوط، بتبرره للمرأة، للطفل، للرجل، شو ما كان. صحيح، بالضبط، بتشرع العنف، بتبرره وبتعطيه مثل يعني تفسير، تعذر، ما انه ضربها لانه عصبته، ما انه شيطان من هيك عملت هذا الشيء فيه، ما انه دائما في تبرير. فنحن يعني ربما لا نطمح ان نصل الى عالم يخلو من القتل، ولكن نطمح ان نصل الى عالم لا يبرر فيه القتل. صحيح، فتفضلي. حلو اللي قلتي لوركا، كثير، لانه نحن لو ما كان في من هيدا المجتمع، دائما يمكن هذا المجتمع بينكر هدول الجرائم اللي بتبقى فظيعه مثل هيدي. بس شو عملته؟ اوكي عملته، انه اوكي نكرته وعصبته واعترضته، بس شو الفعل اللي قمتوا فيه من بعد ما صارت هيدي الجريمه؟ هيدا الشيء عم بيخلي هيدا المجرم يكون عنده مثل باللاوعي له كأنه قبول بهالمجتمع، وعاده ويحفز هو وغيره يعملوا ويضلوا عم بيقوموا بهذا الشيء، لأنه ما في خطوات عم تمنع من أنه هذا الشيء يرجع يتكرر ويصير مع بنت واثنين. طبعا الحساب هو اللي بيمنع، ما حدا عم يتحاسب، من هيك عم تتكرر الجرائم. وحتى أكثر من هيك جوال، إذا بتوافقيني، عم يعتبروها شيء شخصي، أنه هو اللي مشكل زوجة، مشكلة زوجي. رح نحكي، صحيح، ليك كيف رح نحكي، بانه طبعا الحساب هو شيء اساسي وطبيعي، والمشكله مثل اللي شفناها مؤخرا من شي اسبوع، الله يرحم اللي توفت فيه فتاه كمان انقتلت بزحله، في حدا كمان اللي قتلها رجع قتل حاله، فهون ما قدر حتى يحاسب، بس هذا الشيء عم يرجع يتكرر. هلا المهم الحساب هو لا مفر منه، ولازم انه يكون موجود. ما بعرف، ما عم بيكون في حساب اصلا، لا للي عم يقتل بنت، ولا للي عم يقتل رجل لرجل، ولا اللي عم يقتل طفل لطفل. العنف موجود وعم يتزايد، والانسانيه عم تتضاءل بين هالعالم، عم تختفي، عم تتلاشى. لا، يعني ما بعرف، بس الموضوع اللي بدنا نركز عليه هو الناحيه النفسيه، كيف نحن بدنا نوعي هالبنات ونوعي هالشباب ونوعي من البيت، كيف بده يكون في توعي للفتيات وللأسرة كلها، كيف يقدروا يواجهوا وكيف يقدروا يكون عندهم اطلاع حول هيدا الموضوع. كيف؟ أولا هيدا الشخص لوركا اللي بيكون عم بيقوم بهيدا الفعل، إذا منفوت على شخصيته، هيدا طبعا بسيكوبات، شخص منه سوي، شخص بدنا نقوله علنيا طبعا، شخص مريض، منه شخص طبيعي هيك طلع عباله بس لأنه في مشاكل يقتل الشخص اللي قدامه. أكيد. نعم، الأزمات مثلت، وعم نحكي عن القتل، القتل النهائي يعني، والقتل اليومي يعني القتل المؤقت، القتل يعني القتلة والقتل الموت. مزبوط، وهيدي بتوصل لهي. صحيح، هلا نحن انا مزبوط، العنف المنزلي لنقول اللي هو دائما بنحكي عنه لوركا، بس العنف ضد المراه، العنف المنزلي، المتزوجات، انه قال بينضربوا وبصير في عندهم عنف من قبل يمكن زوجهم او العكس، حتى يمكن قليلا نسمع فيها. بس هلا اللي بدنا نشدد عليه العنف ضد الفتاه او اللي بتكون عم تقول لا ما بدي اتجوزك، ما بدي اياك، هول كثير عم نسمعهم لوركا مؤخرا ومن فتره سنه تقريبا، كثير انه بتنرفض، بقوم بيروح بيعمل حيله انه لا انا كيف رفضتني بيقتلها. ومش عم اقول لك من اسبوع كانت هيدا القصه، وغيرها 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 بلبنان وبرات لبنان. فهذا الشخص يا بيقتلها وبيهرب، يا بيقتلها وبيرجع بيقتل حاله. سو هون، او حتى للمطلقات يمكن بتبقى مطلقه وعندها ولدين ثلاثه،
أكيد سمعت كم ضحية عم توقع من وراء هذا الموضوع، عم يرجع يقتلها بعد فترة وبعد وقت. ليش بدنا نوصل لهيدي المرحلة؟ نعم. من هون منبلش منقول من هن وصغار هيدول البنات أو هيدي العائلة كيف بدنا نزرع فيهم أول شيء، مثل ما دايما بنحكي عن التواصل، عن الثقة بين الأهل والبنت، عن طريقة الحوار اللي بدها تكون موجودة من دون خجل، من دون استحى، بشكل دقيق وتفصيلي. مش غلط ينعرف الأم أو البي كل شغلة عم بتصير مع هيدا البنت بحذافيرة، مش غلط. يعني إذا ما قالت لبي يمكن تكون عم بتقول لأمها أو لحدا من العائلة، عم بتخبرها يمكن أنه هي عم تتعرض ل هيك نوع بعلاقتها العاطفية مع هيدا الشخص، أو إنه عم بتحس عليه تصرفات غريبة، أو إنه هيدا الشخص عم يضل يحكيها ويطلب منها إنه يرتبطه وهي ما بدها. فهون الأهل بيكونوا على دراية إنه في شيء مش مزبوط يمكن عم بيصير مع عم تتعرض لابتزاز، لابتزاز إنه الولد أو الصبية لازم تعرف إنه كل شيء له حل وكل شيء بيتوقف، يعني ما تخلي حدا يبتزها ويهددها وفيك شو ما كان الموضوع، فيك تحكي صحيح، وانه مش غلط انك تحكي وما تخافي، لانه يمكن العواقب تبع هذا الموضوع تكون كثير اكبر واصعب من 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 بس هلا هي الفتره اللي عم تمرق فيها. والنقطه الاهم من هذا الموضوع، هيدا الشخص اللي عمل هيدا الجرم، اللي قام بهيدا الجرم لوركا، اوكي نحن عم نقول انه مجرم وعم نقول لازم يتعاقب وعم نقول بنطالب بالاعدام وهيدول مرضى نفسيه وهيدول كل شيء، بس هيدا الشخص اذا بنفوت لجوا هو شو اللي خلاه انه يكون عنده يقوم بهيدا التصرف؟ مثل ما قلنا هو شخص طبيعي؟ طبعا لا. بيعاني من امراض نفسيه؟ طبعا ايه. منه سوي؟ اكيد منه سوي. بس هيدا الانسان من هو وصغير ما تعود ينقال له لا، ما تعود هيدا الانسان يتحكم او يعرف يتعامل مع مشاعره وانفعالاته، يعني ما بيعرف يضبطها لانفعالاته او يحاول يفهمها من وين نابعه هيدي الانفعالات الهمجيه العصبيه الطريقه الانفعاليه اللي من دون وعي اللي عم يتصرف فيها. نعم. هيدا الانسان زائد من وين هي؟ نعم زائد جوال، ربما كمان هذا الطفل يعني الرجل اللي كان طفل عاش ببيئه فيها عنف حتى برر هذا العنف. أكيد. يعني الولد لما الولد بنعرف نحن بعمم مخه انه اللي صار معه هو صغير هو صح، فلما يكبر اذا هو عنف بيعتبرها صح، او اذا هو عنف بيعتبرها صح. فبعدين الاهل اذا بدهم يتدخلوا، يعني اذا البنت ضربها جوزها واجا البي بده يعمل مشكل مع جوزها وهو صحيح. بيضرب امها للبنت يعني قدام عينها، فرح يكون في فصام بالموضوع، او هي ما رح تخبر بيها لانه هي دجاج شايفته بالبيت الموضوع. أكيد ما حد قال له طبعا، لأنه هي عم بتعيش وعم بتشوف هيدا الشيء قدامها، لبل يمكن ببعض الأوقات تعتبره شيء طبيعي إذا عم نحكي كعنف منزلي. إيه بس في بيات بيقبلوا على مرتهم بس ما بيقبلوا على بنتهم. صح أكيد في كثير هيك صح. نعم. بس هيدا الشيء بدنا نقوله للعنف اللي عم بيكون عم توقع للعنف لدرجة القتل بسبب الحب، اللي عم بيكون فيه ضحايا بقتل يعني بسبب الحب، هيدا الشيء اللي نحن عم نحكي عنه، انه هيدا الانسان لوركا ما تعود ينقال له لا. اول شيء نعلم هيدا البنت انه انت فيك تقولي لا، مش غلط تحكي، لانه كمان ياما لقينا زيجات صارت عالم تزوجوا لانه ما قدرت تقول لا او ما قدرت ترفض او هي انحطت بهذا الوقت موقف ما قدرت تعبر عن شو بدها او تعطي رايها، فانه تزوجت سوري فانه تزوجت هذا الانسان، او الاشخاص اللي ما بتعرف تقول لا، والبنت اللي عن جد بتقول لا مع شخص غلط ما معود انه ينقل له او ينرفض او ينقل له لا، وصلت معه لحد انه يقتلها. فهون العبره من هذا الموضوع انه نعرف كيف انه نعود العائله والاطفال من هن وصغار والاشخاص كيف يقدروا يتحكموا بمشاعرهم، كيف فعلا انه اذا حسوا انه اذا في شيء غلط بشخصيتهم، في شيء في اشخاص لا ما ببرروا مثل ما قلت وبيعتبروا هذا امر طبيعي، بس اذا حدا لفت له نظره بالعائله او من الناس مش غلط انه يلجأوا لاستشاره نفسيه. نعم. يشوفوا شو المشكله اللي هن عم بيعانوا منها، لانه طبعا مثل ما ذكرت هن شافوا هيدا الشيء، تربوا على هيدا الشيء وعمموه لانه صح. طب جوال يا ريت كمان نستفيد منك بخبرتك وتخبرينا وتقولي للاهل هلا اللي محضرونا انه قديش مهم
نعلم ابننا يقول لا قلنا. يعني نحن اذا بدنا نعمل اذا بدنا نربي الولد بدنا نختار مثل بيقولوا نختار حروباتنا معه يعني او رفضنا صحيح. للاشياء اللي بيعملها مش كل شيء. يعني الولد اللي بيقول لا لاهله بيقول لا لبرا، واللي بيقبل كل شيء مع اهله بيقبل كل شيء برا. فلا هو صحيح. فن لازم نعلم الولد عليه. يا ريت تخبرينا عن هذا الموضوع لحتى لما تكبر البنت تقول لا او الصبي يقول لا. مضبوط صحيح، كثير حلو هيدا السؤال. من هون بنرجع بنقول هون كيف هيدا بتكون مثل الاهل اللي بيكونوا عم بيساعدوا هالطفل يكون عم بيطور البنت او الصبي تطور من حالها ومن شخصيتها من هنا وصغيره. يعني الاهل ما يكونوا عم ياخذوا قرارات عن بنتهم، الاهل دائما يعني طبعا الاهل لازم يكونوا مثل الجاردن انجل، يكونوا هيك حاميين لهول الاولاد من الخلف، كل ما بالاخص كل ما كانوا عم يكبروا. هلا هن وصغار يمكن اوقات طبعا يشاركون بعض القصص، بتحب هاي ولا هاي، بدك هاي، لا مش معناتها بلا بدك اياها لازم تاخذها، مش بالغصب. فينا نخلي الولد من هو وصغير يشارك يعطي رايه ببعض الامور، وكل ما يكبر نكون عم نسمع لهم انه انا برايي مش هيك لازم انت تعمل، انت كيف رايك، بخبرنا رايه، يمكن نلاقي عنده وجهه نظر لما يصير بعمر عن جد عم يقدر ياخذ قرار. مش معناتها لازم الاهل يضلوا عم يفرضوا رايه. طبعا زائد وزائد فكره ان نسمع الاولاد دايما. هلا انا اوقات بلاحظ علي كمان بس لازم واحد ينتبه، فكره انه مثلا بنتي غاليه بقول غاليه كثير شاطره، لان كل شيء بقول لها اياه بتقول ايه. لا طبعا شوفي هالجمله شو مريضه، انه بتعلم الولد. بتعرف الاهل لانه كثير الاولاد بيعذبوا وكثير بيرفضوا الاشياء، فانه منيح انه تقول ايه. فكمان بس هيدي اذا كان سلوك، اذا كان سلوك عام كثير صعبه، انه شاطره لانها قالت ايه بترد على ماما. عرفتي كيف؟ ما بتشارع، ما بترفض. صحيح، انت لانك عم بتسمع اخواتها انه ليكو هي شاطره انه ما بتقول ايه، عم بتسمع الباقي. بيطلعوا اخواتها اقوى منها كبروا، هي حرام. هلا ما فينا ناخذها مقياس لهيدا الموضوع، ما بنقدر ناخذه مقياس، بس طبعا لازم الاهل يكونوا عم بيخلوا اولادهم انه يكونوا عم يعطوا رايهم، عم بيكونوا طبعا بيعززوا لهم هيدي الثقه بحالهم، قيمتهم لحالهم، انه هن اشخاص موجودين مش دائما بحاجه لحدا حدهم يمسك لهم ايدهم ياخذ القرارات عنهم، هو اللي صح، بصير عنده قلة ثقة بحاله وبالقرارات اللي ممكن بده ياخذها بعدين او الخطوات اللي بده يعملها، ومنها بتولد الاسلوب اللي حكينا عنه اللي غلط، انه يمكن الشخص ما يعرف يقول لا. وكمان لوركا الاهم من هيك عن الشخصية السايكوباتية اللي حكينا عنها هلا، الاهل اللي دائما بيقولوا ايه لابنهم ودائما بخلوه يقول ايه ودائما كل شيء بده اياه بيصير، فهيدا ما تعود انه ينقل له لا، فهو تصرف هيك بالاخير. عرفت كيف؟ بكل الحالات منا شيء بدنا نعتبره نعممه ولا شيء نعتبره بيرمانون او هيك مستدام، دائما بدنا نضلنا على نفس الوتيره بطريقه التعامل، بده يكون في طبعا يعني اسلوب معين واعتدال. يعني هيدا الولد مثل ما قلنا ليش هو صار عنده على كبر لما صار رجل، طبعا غير الامراض اللي هو عم بيعاني منها، غير الازمات مثل ما قلت اللي هي مكلية الدنيا، ما عم نقول لا، بفهم انه اشخاص يمكن يكونوا بيعانوا من اشياء معينه، من ضغوطات نفسيه، كل شيء، بس الكل عم بيعاني منها، هيدا لا يبرر. فليه هيدا عنيف وهيدا لا؟ طب جوال خلينا كمان لو سمحتي لي نخوض اكثر بفكره، انه لما قلتي جمله انه هيدا جرائم حب، انه واحد بحب وحده فقام مدري شو ضربها ماتت، خلينا بس نجلس هالجمله، ما بدنا نسميها حب كمان لانه الحب ما بيقتل، صح؟ واحد اثنين فكره انه حب مرضي لوركا، يعني الحب بيبقى مرضي منه الحب الحقيقي هيدا، فطبعا تسميته ما اسمه حب، الحب مش رح يجي الواحد يقتل مثل ما قلت. نعم. ثاني شيء بدنا نسمع رايك جوال بفكره انه لما مره تعيش مع زلمه عنيف ويمارس العنف ضدها من وقت الى اخر، ولكن من بعد ما تصير هيدا المشكل الكبير يعتذر ربما او يبكي او بتعرفي يعني بيسيرها وبيدلعها وهيك، وهي بيشفقها قلبها عليه، شو بدنا نقول لهيدي المرأة؟ هل هيدا الشخص بيتعالج ولا طفل؟
لا اكيد، ما اولا طبعا ما فينا نجي نخرب بيت ونقول لها انت عم تتعرضي لهذا الشيء فله، بس اكيد كمان ما بنقول لها ضلي، لانه انت منه من حقك انك منه ما بتز يعني ما في شيء بشرع انه انت لازم تنضربي ولازم تعنفي، مش بس لوركا جسديا، لو حتى نفسيا. العنف النفسي بعد لفظي كمان اصعب كمان بس من الجسدي، يعني الاثنين بيوازوا بعض. لنقول طبعا ما لازم تكون عم تسكت، ما لازم تكون عم بتقول انه انا، ولا تقول بدي فل دغري، لازم تكون عم تاخذ خطوات انه تقدر تعرف تتواصل وتتفاهم مع هذا الشخص، اذا كان بوقت ما هو انت قلت انه بيضعف بعدين، بيرجع بيعتذر وبيبكي، يعني عارف انه هو غلط بمطرح معين، انه قلل من احترامه ومن قيمتها ومن من وعده. بس بيتغير هذا الشيء جوال؟ بيتغير؟ يعني انت من خلال شغلك على الناس ممكن هذا الشغل يغير هذا الشخص العنيف؟ هيك بالسحر لا، بس اذا هيدا الشخص عارف حاله انه مغلط وبقول له انه انا بهيدي المرحله انا ما بكون انا بكون عم حاول سيطر على حالي واعصابي، بس انا ما بكون واعي شو عم بعمل وانا بعتذر وانا غلطان، فهو عارف حاله انه غلطان، طيب بتقدر تلجا لمساعده او استشاره نفسيه لنقدر نحل هيدي المشكله، نعرف شو جذورها، شو بتكون عم بتحس بهيدا الوقت، ايه بقدر، اوكي بيقدروا يروحوا ساعتها. مع الوقت اكيد هذا الشخص بالحكي لما يطلع اللي جواته اللي بخليه هو يقوم بهدول الافعال، طبعا مع الوقت اكيد مش دغري، بس مع الوقت طبعا بيقدر يحسن من هالسلوكيات السلبيه الغلط اللي عم بيقوم فيها طبعا. بينما الصعوبه بالشخص اللي بيكون خلص لا بيعتذر وبيرفض وبيعتبر انه هو الرجال والمراه مستضعف. يا ربي شو بسمعها هالكلمه، المراه كائن ضعيف والمراه اخي، مين قال لك كائن ضعيف؟ ليه يعني ليه انت فيك تضرب؟ مين قال لك هي ما فيها تضربك واكثر؟ بس هي ما مش من يعني المراه ما بتعمل هيك اشياء الا بالنوادر، بس بدها اوقات القصه ايه. عن جد بتعرفي كثير كثير نساء، بعرف كثير نساء تعلموا على اساليب قتال يعني للدفاع عن النفس على الاقل، انه لقوا انه الحياه بدها شويه عضلات ليمشي الحال. ما مضبوط، لازم تدافع عن حالها، بس طبعا المراه حلوه بانوثتها، حلوه برقتها، بجمالها طبعا، مش بس حلوه الانوثه تكون مشدوده العضلات. مش انوثه مترهله اكيد، وما ما تسمح كمان انه يتاكل حقها، وانه تكون مثل ما بنسمع مستضعفه، وانا فيني اعمل انه انا الرجال وفيني اعمل اللي بدي اياه، طبعا لا اكيد. فكرمال هيك طبعا بنقول انه مش غلط مثل ما بنقول الحوار بين الاهل والاولاد يكون الحوار بين الشريك والشريكه دائما، بانه يحكوا مع بعض ان شاء الله هذا الشريك اذا كان متجاوب وبيتقبل حاله واغلاطه بيعترف بهذا الشيء وبيقبل المساعده. نعم. والعكس صحيح، اما اذا لا فهذا الشيء طبعا ما لازم المراه تسكت عنه ولازم يؤدي لانفصال. نعم. جوال، من 5 سنين اذا بنتذكر في ناشطه امريكيه عملت هاشتاج مي تو انا كذلك للحكي عن انه انا شو عم بتعرض بعملي او شو عم بتعرض بحياتي، وهذا البوح على مواقع التواصل الاجتماعي خلى الناس او النساء كمان تحكي عن حالات هي عم تعيشها او عن تجارب عم تعيشها، واكيد هيدا الشيء ردع، يعني اذا في بمناطق ما فيها عقاب لهيدي الحالات بيكون هيدا العقاب، انه انا رح احكي على مواقع التواصل الاجتماعي عن هيدا الموضوع، وحيكون هذا بمثابه مقصله يعني بتخوف. فشو رايك بهذا الموضوع، فكره انه استعمال السوشيال ميديا لطرح الفكره على الطاوله وتخلي كل الناس تصير تحكي فيها وتحكي عن تجربتها، بيردع القاتل بيردع العنيف؟ هلا هذا الشيء كمان عم بيصير شوي شوي تدريجيا مع الوقت، بالزمان ما كانت حتى ما كان في لا سوشيال ميديا ولا شيء، وعم يكون في تعنيف، عنف منزلي وعنف على القتل وبرا وكثير، فهذا الشيء طبعا شيء كثير منيح. يمكن بالشعوب برا لوركا، يعني هلا بلبنان قليل لحتى نلاقي بعد هيدا الشغله، بس طبعا هي خطوه او وسيله من الوسائل اللي ممكن تتبعها للنساء كوسائل تواصل اجتماعي، مثل ما بنلاقي انه هي كثير بتساعد بعده مواضيع او
الازمات عم يمرق فيها المجتمع، بس بهذا الموضوع بالتحديد طبعا بتساعد، بس كمان مش معناتها هيدي بس، يعني لازم هيدول الشعب يلاقي انه هيدا الشخص عم بينال العقاب تبعه، لازم يكون عم بيشوف هيدا الشيء، هيدا الردع الوحيد اللي ممكن الشخص انه يكون عم ياخده او عم بيناله، هيدا اولا. وطبعا السوشيال ميديا اكيد بتساعد انه يمكن التضامن اللي بتحسه يمكن النساء مع بعضها، طبعا كمان هيدا الشيء كثير اساسي. نعم جوال، لازم ننهي بفكرة أنه الأمم المتحدة عملت اليوم العالمي للعنف ضد المرأة ب 25 تشرين الثاني، واختارت اللون البرتقالي للتعبير عن الضوء، أو ربما عن النصب إلى مستقبل خال من العنف ضد المرأة. بدي أشكرك كثير على هذه الفقرة عن جد المفيدة، واللي هلأ ربما حرضنا بعض النساء على أنه ما يقبلوا ويقولوا ستوب، يقولوا لا. شكرا لك ونلتقي الأسبوع القادم.